Welcome to Susan's channel, a channel about cooking, baking, outgoings, and reviews. If you guys enjoy this content, please give it a thumbs up, subscribe, and share the videos with your friends and family. السلام عليكم. احنا النهارده هنوريكم فساتين. احنا عندنا حفله المدرسه بتعملها اسمها هوم كامينج، فبيبقى في فساتين كتير في الاوقات ده، بتبقى شكلها حلو قوي. فانا هحاول اني ما اقربش قوي من الفستان ده. شكل اول فستان اهو، في فساتين كتير قوي هنا اهو زي ما انتم شايفين، اشكال والوان. دوت اول واحد، مش هعرف اقول لكم على اسعار كلهم، بس هبقول لكم على اسعار منهم. دوت ينفع لواحده محجبه، دوت بكم وطويل، والكم بتاعه عليه الحاجات اللي بتلمى ديت اهي. نو ده مش ظهره. وفي سوسته في الايد عشان خاطر لو ضيقه، وفي الحته بقى اللي عامله زي ما يكون كرنيش نازله، ومن في الجنب برضو في السوسته. خلينا نشوف ده بكام. ده 228. وخلينا نشوف لكم ده بكام بالمره. قلت لك ده الصدر دوت ب210، اللي هو العامل زي السيلفر دوت. ده كان الظهر، ده الصدر اهو مفهوش اشكال بصراحه على الحته ديت اللي نازله. ده شكله اهو نفس الشكل يعتبر. وفي الشكل ده برضو عامل زي ما يكون كرنيش نازله لتحت اهي. و في الحته دي بتلبسيها على اسمها ايه، على كتفك اهي كده اهو. هي حته عامله زي حته زياده كده تتلبس على الكتف. ده من قدام اهو، ده قصير دوت ب209. وفي دوت بكم بس قصير، شكله حلو برضو. ومن تحت للشكل المنفوش دوت اهو. خليني اوريها لكم من بعيد شويه. دوت ب89، ودوت كمان شكل تاني اهو. دوت الكم بتاعه دانتيلا خالص، ومن فوق هنا في الحاجات اللي بتلمى دي. ودوت ب189، هو نفس الشكل برضو من قدام، من ورا ومن قدام نفس الشكل، ومش طويل قوي ولا قصير قوي. وفي دوت كمان، دوت حمالات وبيبرق، شكله جميل جدا. وفي الحتت دي في الجنب اهي. دوت خلينا نشوف بكام. دوت ب139، هو احلى واحد فيهم وارخص واحد فيهم. وده بقيت شكله اهو، برضو شكله عامل زي ما يكون في الكرنيش اللي في النص ديت، وفي الحته الزياده ديت اهي. وفي الاشكال دي كمان اهو، بس ولا ده شكله حلو برضو. من فوق متطرز، ومن تحت بقى سادة كحلي زي انتم شايفين، ومن ورا اطول من قدام. افتكر دي كانت الموضة من فترة ورجعت تاني افتكر، مش عارفة. والجنبه دوت بكم، افتكر ده الجاكيت فوقيه. خلينا نشوف كده. وبصوا في الحتة دي شكلها جميل قوي. يا هو كات وعليه جاكيت من فوق اهو بكم، وبقيت شكله طويل لحد الارض برضو، بس في حتة قصيرة هنا في الجنب ممكن تبين حتة من الرجل. وفي الاخضر ده بصراحة عجبني، بس ولا شكله يبقى ماسك على الجسم شوية من هنا اهو عند الصدر او من تحت الصدر، بس هو بصراحة شكله حلو جدا وعجبني. دوت من ورا اهو شكله. خليني اوريكم شكله من قدام، انا اساسا مشفتوش من قدام، بس هو شكله عجبني قوي. ده شكله من قدام، ليه الكم اللي هو الصغير ده في الجنب اهو، وهنا الحتة دي مفتوحة عند الصدر، و هو برضو كمان مفتوح لحد هنا اهو. شايفين شكله اهو، يعني يعتبر مفتوح فتحة طويلة كبيرة، بس ممكن تلبسوا تحتي بنطلون. الحاجات دي كلها تنفع برضو للمحجبين، تلبسوا تحتي بنطلون، تلبسوا تحتي فلينة، فوقي جاكيت، اي حاجة تنفع. في الاخضر ده برضو شكله حلو، اللون بتاعه مش باين قوي، بس هو اخضر غامق. ومن تحت بصوا على شكله، في الحتت دي اهي شكلها برضو حلوة، شكله حلو قوي. وخلينا نشوف من ورا في الفيونكه ديت، شكلها جميله جدا. في الوانات كتير، هم حاطينهم بالالوانات، الخضر سوا والكحلي سوا. ودوت شركه كالفن كلاين، الكم بتاعه على شكل البيل اللي انا بقول لكم عليه. ودوت قطيفه، كله قطيفه. وفي جيب اهو، في جيبين طبعا، بس دوت ترى اللي هي العامله زي العفريته او السلوبيتا. دوت بنطلون من تحت، بس هي حتة واحدة بنطلون من تحت ومن فوق، فاهمين يعني، هو بنطلون
او سلوبيتا، عامل زي السلوبيتا بالظبط. وفي الشكل ده بصوا على الكم بتاعه بيلمع وذهبي، شكله حلو. وده بقيه الكم اهو، الحتة ديت بيلمع برضو نفس الشكل، وبقيته شيفون او شفاف يعني من تحت الحتة ديت. الفستان نفسه هو بس اسود عادي، ومن تحت اهو مش طويل قوي. وفي دول بقى، دول شكلهم حلو قوي، بصوا على شكلهم، بصوا على الجاكيت متطرز جامد، شكله حلو قوي، بصوا على شكله متطرز قوي. وبعد كده الفستان اسود وملهوش شكل، هو سادة اسود كده، دوت ب219 بس شكله جميل قوي. وفي دوت كمان، دوت تلات حتت، في اللي هي الحتة ديت، وفي الجاكيت، وفي الفستان، عامل زي ما يكون لابسة جيبة وفلنة وفيها جاكيت، بس هي يعتبر فستان فيها فلنة وفيها جاكيت، شكلها حلو برضو. ودوت نفس الشكل برضو اللي هو الأولاني، شكله جميل قوي بصراحة، لازم تشوفوه من بعيد، شكله جميل جدا يعني عجبني. بصوا التلاتة جنب بعض شكلهم حلو ازاي، وسادة بقى من تحت. وفي الكحلي ده كمان، عامل زي ما يكون عليه حتة ورد وحاجات بتلمع، شكله برضو جميل جدا. كل الفساتين شكلها جميلة بصراحة، كل حاجة عجباني قوي. وفي ده اسود، ده حلو قوي مثلا حفلة سواري او كده، شكلها جميل، متطرز برضو بالحاجات دي وبتلمع اهي زي انتم شايفين. ودوت ب280، شكله حلو قوي، ده بنص كم، بس انا قلتلكوا ينفع عليه فلنة من تحت او اي حاجة من فوقيه، ومن ورا قصير شوية، ازيق اطول شوية. خلينا نشوف في اشكال ايه تاني نقولها لكم. في الكحلي دوت برضو عامل زي نفس الشكل الكرانيش اهي، والحتة اللي من فوق شكلها كده حوالي الكتف، وبتحطي ايديكي فيها، عاملة زي ما تكون مربعة بس هي مش مربعة. وبقيتها نفس الشكل، نفس الشكل وكل حاجة. بصوا على دوت بقى سواري خالص، دوت حمالات وبيلمع وشغل كتير قوي فيه، دوت ب275، ده شكله من بعيد، شكله حلو قوي. وفي القطيفة دوت برضو شكله حلو، قطيفة كحلي غامق، ممكن يكون باين على الكاميرا انه اسود بس هو قطيفة كحلي، حاجة دي تنفع للشتا كتير. وبصوا على التطريز على شكل الوردية دوت، خلينا نشوف ب239، ودوت طويل لحد الارض برضو اهو شكله الكامل. وفي القصير دوت اللي هو الكحلي برضو بيلمع، اكتر الحاجة بتلمع، والجنبه قطيفة، ده نفس الشكل اهو بس على اقصر شوية، مقارب لنفس الشكل بس هو مش نفس الشكل. والقطيفة دوت سادة مالوش اي حاجة، شركة كالفن كلاين، هو بس الكم عليه التطريزات ديت، شكله برضو حلو جدا. ولبسي تحتيه بنطلون اسود يبقى شكله حلو قوي. وفي الجواكت دي تلبسيها على الحاجات اللي ممكن تكون كات زي مثلا دوت، انا بقول لكم مليون شغل كتير، ممكن تلبسوا عليه الجاكيت الاسود دوت، هو برضو دانتيلا فما ينفعش لحد محجب طبعا، لو حاجة كات او حاجة بنص كم ما تنفعهوش، بس شكله جميل. ب39 في اسود وفي ابيض وفي كحلي، في التلات الوان ديت. وديت المانيكين اهي، وهي لابسة واحد منه لان هورته لكم هو الكحلي اهو، القطيفة الكحلي، شكله حلو قوي على المانيكين بصراحة. وطلع ان هو مفتوح اهو في الجنب، انا مخدتش بالي ان هو مفتوح بس طلع انه مفتوح. وفي الشكل دوت كمان، بس دوت الوانات اللي هي كحلي في ابيض شكلها حلو، او ذهبي شكلها حلو. وخليني اوريكم المانيكان وهم لابسين بقيه الفساتين اللي ورتها لكم. وديت كمان جزمه اهي حاطينها، ما اعرفش هي محطوطه للبيع ولا هي بس حاطينها زينه كده، بس شكلها حلوه وبتلمع جدا. ودي بقيه الاشكال اهو، ده اللي انا بقول لكم اللي هو قصير ومليان شغل كتير قوي، ده شكله اهو، شكله جميل جدا اهو، بصوا على شكله من بعيد. وفي دوت كان اول واحد انا ورته لكم، شكله برضو حلو جدا، بصوا على شكله، وبرضو مفتوح نفس الفتحه ديت اللي في الجنب، افتكر هي دي الموضه السنه دي. وده برضو ورته لكم، هو كان اطول من ورا شويه، من فوق في التطريزات ديت، هو بيبقى شكله احلى ما بتشوفيه المانيكان بصراحه، انا ما تشوفيه كده من غير ما تلبسيه، او حتى لو انت لبستيه يبقى شكله احلى. ودوت برضو كان على مانيكان اهو، خلينا نشوف بكام، دوت ب335، عشان مليان تطريزات كتير قوي، ده اللي هو لون الكحلي في الذهبي او الشكل ده. وفي اللون ده كمان، بس ولا دوت كله بقى بيلمع وبيبرق وجميل، 188
وحملات برضو، بس بصراحة شكله جميل جدا زي انتم شايفين. في اشكال كتير جدا 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 حواليا، مش عارفة اوريكم كلهم طبعا، بس بصوا برضو ده شكله حلو ومليان شغل كتير برضو. دول حاطينهم تخفيض 40%. خلينا نشوف دوت يبقى بكام. وبعد كده لازم للأسف اقفل معاكم. خلينا نشوف، انا مش لاقيه له سعر، مش عارفه السعر بتاعه فين، بس هو بصراحه استنوا افتكر لقيته ب$99 بدل 199، حاطينه 50% تخفيض. بس بصوا على شكله، شكله بصراحه جميل جدا وعليه شغل كتير جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وعجبكم اعملوا لايك، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل حاجه جديده احنا بننزلها. واكتبوا لنا انهي فستان عجبكم للشتاء او الحفله او لاي حاجه، ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي.